نشرة الخامسة وربع من صوت لبنان مع تحيات إلى نزغيب ميشال الصيفي والمخرج بيير جامو. العناوين. في هذه النشرة، حزب الكتائب يؤكد أن لا نية لتصحيح الاعوجاج. تتمادى القوى المتهافتة على السلطة في تناتش الحصص وتقاسم النفوذ، ساعية إلى وضع يدها على البلد. ما صحة تضارب الدراسات حول تلوث مياه البحر؟ تقرير خاص في سياق النشرة. الأسد يؤدي صلاة الأضحى في جامع الروضة في دمشق. إسرائيل تقرر توسيع مستوطنة قرب رام الله. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. أيام العطلة الثلاثة ستعطي المسؤولين فرصة إضافية لتبرير التأخير في تشكيل الحكومة، والذي لم يعد هناك ما يبرره. فكيف ستذلل العقد الداخلية المعروفة؟ وهل من أحد سيتنازل؟ أم أن هذه العقد هي في الواقع ستار لعقد إقليمية؟ يبدو أن الحكومة لن تولد ما لم تأتي كلمة السر من الخارج، كما صار دارجا عندنا منذ سنوات. وكالعادة، لبنان ما زال ساحة لتصفية حسابات المحاور. ولكن كيف تسير البلاد من دون حكومة؟ سؤال ليس بجديد، ولكن الجديد أن الأزمات تتراكم وقد تنفجر في أي لحظة، خصوصا مع اقتراب أيلول موعد الاستحقاقات المعيشية والتربوية. أزمة المعلمين والأقساط ستطل برأسها من جديد. الوضع الاقتصادي يزداد تأزماً في ظل عدم الاستفادة من مؤتمر سادر وسواه. مشكلة النازحين مستمرة والبطالة كذلك، فإلى أين المفر؟ في هذا الوقت لاحظ حزب الكتائب في اجتماع مكتبه السياسي أن لا نية حقيقية لتصحيح الاعوجاج من خلال توازنات وطنية سلمية مبنية على برنامج إنقاذي واضح للحكم. البيان تلاه الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان. تتمادى القوى المتهافتة على السلطة في تناتش الحصص والمكاسب وتقاسم النفوذ، ساعية إلى وضع يدها على البلد من خلال ما تطرحه من توازنات، وجاعلة مهمة تشكيل الحكومة بازارا. إزاء هذا الواقع